نيويورك تايمز واحدة من أقدم وبالطبع من أهم الجرائد في العالم، اتأسست سنة 1851 يعني من 168 سنة، يعني خبرة لا تقبل المناقشة. لكن آليات السوق وأكيد الأهداف كمان بتغير كل حاجة، مش بس في الأساسيات والمبادئ والخطوط الرئيسية اللي بترسمها أي مؤسسة صحفية في شغلها، لكن كمان في شكل الشغل. مؤخرا يعني من 16 سنة لما انتشر اليوتيوب بالشكل اللي يسمح لكيانات رصينة زي نيويورك تايمز إنها تعتبره من المنافذ المعترف بها في شغلها، ظهر فكرة الفيلم التسجيلي القصير الأقرب للتقرير، وده حتى بقى منتشر في أغلب القنوات الخاصة بالجرائد المصرية. وبقى فيلم اليوتيوب الخاص بالجرائد من الأعمال اللي أصبح لها نسبة مشاهدة عالية، أولاً لأن الناس مش بتحب فيلم التسجيل الطويل، ثانياً بقى لأن الفيلم بيبقى أقرب للتقرير فبيكون ترند، يعني بتتكلم عن موضوع بيهم الناس قوي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه يعني. بس بالطبع النوع ده له عيوب كتير، اولها انه بيكون فيلم مسلوق، اقصد يعني معمول بسرعه كده سلق بيض، يعني بلو بادجت بالانجليزي. ثانيا زي ما قلنا بيكون فيلم ترند، يعني بتاع وقته، يعني صعب تشوفه بعد سنه او سنتين، عكس الافلام الوثائقيه التقيله بقى اللي ممكن تشوفها بعد 20 سنه. فيلم النهارده بقى ده شفناه من فتره كبيره قبل ما ينزل فيلم 7 سنين، والفيلم انتاجه ضعيف جدا 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 رغم اسم الجريده الكبير، ومستواه التقني سيء للغايه، يعني اقرب لافلام الهواه. فريق انتاجي كامل من مصر، واضح انهم كانوا شغالين بنظام المنتج منفذ. طيب ليه اخترنا الفيلم ده النهارده؟ اخترناه علشان الموضوع اللي بيناقشه، ولوجود اسراء نفسها هي واحده من الناس اللي في الفيلم اللي فات بتاع 7 سنين. سؤالين مهمين دايما بحب اسالهم لنفسي، هما بعاد جدا عن بعض بس الفيلم رابط بينهم جدا. الاول، ما مفهوم وحدود الحريه الشخصيه في مجتمع زي مجتمعنا اللي فيه اي حد بيعمل حاجه خارج عن العادات والتقاليد المتعارف عليها بيتاثر على اسرته كلها؟ اما السؤال التاني بقى فهو، هل العادات والتقاليد الخاصه بكل مجتمع حاجه صح ولا غلط؟ ولا العولمة، أو خليني أقول الأمرقة اللي عامت العالم كله، كانت في صالح المجتمعات اللي ليها تقاليد راسخة ولا أضرته أو ضرته يعني بالمعمية؟ والتقاليد مش شرط بيكون منبعها ديني، أغلب التقاليد بتكون بنت مجتمعها، يعني بدليل كده إن في دول إسلامية كتير مش كلها لها نفس العادات. البداية في مصر كانت سنة 1994 لما اتعقد في مصر مؤتمر عالمي اسمه مؤتمر السكان اللي نظمته الأمم المتحدة، وبما إن مصر الدولة المستضيفة فكان لازم تمضي على قرارات أو توصيات المؤتمر، اللي كان من أهمها الموافقة على الزواج المثلي ومزيد من الحريات الشخصية والسماح للمكاتب الحقوقية بشكل أكبر بكتير من مرحلة ما قبل المؤتمر، إلخ إلخ إلخ. ومن يومها دخلت مصر طريق أغلب الناس مش متعودة عليه، فبدأت تنتشر في المجتمعات ظواهر كتيرة جدا مش حاضر أقول طبعا ما كانتش موجودة، بس أقدر أقول إنها كانت قليلة ومدارية كده، كانت بمبدأ إذا بوليتم فاستتروا. إنما من 1994 اتغير كل شيء تماما، عاداتنا وتقاليدنا بدأت في التراجع طبعا بجانب التقدم التكنولوجي الرهيب اللي بدأ في أواخر التسعينات. فبدأنا ننفتح على العالم بشكل مخيف، لأن الأجيال الصغيرة الجديدة كانت بتاخد من التكنولوجيا أسوأ ما فيها، فانهارت العلاقات الاجتماعية ومن بعدها القيم المجتمعية. وأخيرا الحرية دايما ليها حدود، انت دايرتك وهم دايرتهم، خصوصا في مجتمعات زي مجتمعاتنا لسه فيها بواقي عادات وتقاليد بتخلي حاجات كتير بنعملها بتأثر على اللي حوالينا. نسبة مشاهدة الفيلم ضعيف جدا على اليوتيوب، علشان كده ما شفناش اي تعليق او الناس طلعت تنتقد فيه زي فيلم الاسبوع اللي فات اللي هو من 7 سنين. رغم ان الفيلم النهاردة بيدعو لثلاث حاجات، الحرية الجنسية، الارتداد عن الدين، وفي الاخر اشارة لحقوق المثليين. الفيلم بطلته الرئيسية اسراء اللي تواجدوا بقوة في الفيلم بتاع من 7 سنين،
بس من الواضح ان فيلم النهاردة اتصور قبل فيلم الجزيرة، بس فيلم النهاردة واخد شكل مختلف تماما، مش واخد شكل الحوارات خالص، هو تسجيلي كده بيحكي عن فترة في حياة إسراء قررت تسيب فيها بيت أهلها وتستقل. بيبدأ الفيلم بإسراء نازلة من عربية مع ثلاثة من أصحابها، رمت موبايلها اللي كان في إيديها على كنبة العربية مع ظهور كلمة ماما كمتصل، وفي إشارة سينمائية إن إسراء قررت إنها تقطع علاقتها تماما بأهلها. وبعدها بيبان إنهم بيعينوا شقة، وتبدأ إسراء في توضيح إنها بتدور هي وثلاثة أصحابها ولدين وبنت على شقة يعيشوا فيها، وطبعا التقسيم على ما يبدو من الأسامي اتنين مسلمين واتنين مسيحيين. وما بين مشاهد المعاينة بتتكلم إسراء عن البنت اللي في مصر اللي غير مسموح ليها بالاستقلال تماما، وان البنت ما تخرجش من بيت أهلها غير على الجواز، مع اني اعرف كتير جدا والله وعشرات من البنات المستقلة حتى لو مش مغتربات. بيعدي بقى علينا مشاهد إثارة سريعة كده لإسراء مع صاحبها، وبنلاقي بعدها إسراء في بيتها أمها وأخوها متصورين معاها، وهي كتعليق صوتي بتشتكي من انتهاكات باسم الدين اللي كانت بتتعرض ليها. وفي مشهد سينمائي رمزي بتظهر إسراء في أوضتها وأخوها في الصالة وبينهم حيطة، شوية رمزيات كده من بتوع صلاح أبو سيف وحسين الإمام. بيظهر بعدها حوار مع أخوها اللي بيدافع عن حقه كأخ كبير إنه يكون له الحكم عليها، وبيشتكي من رفضها للمبدأ ده وفكر المجتمع اللي عايشين فيه. بجد الراجل غير ما هي مصوراه خالص، اصلا هو قبوله انه يتصور ويناقش الموضوع ده في حد ذاته عكس اللي هي بتقوله تماما، غير طبعا لو الحكايه كلها لمؤاخذه سبوبه. الموضوع ده كله تمثيل في تمثيل، لان الفيلم بيناقض فيلم الجزيره في بعض المشاهد. كمان قبول اهلها بتصوير في فيلم زي ده عليه 100 علامه استفهام، ده الفيلم بيناقش فكره انها رفضهم اصلا. يبدأ الفيلم في شكل سينمائي ركيك، يحكي رحلتهم في البحث عن شقة يقبل صاحبها انهم يعيشوا مع بعض ويكون سعرها مناسب، ويرجع صوت إسراء يناقش صعوبة واستحالة ان ولاد وبنات يعيشوا مع بعض في مصر، وان البنت اللي مش عايشة مع اهلها تبقى عاهرة، وان مفهوم الناس لسكنهم مع بعض انهم هيعملوا حاجات غلط. وبنفهم من إسراء وصاحبتها والشباب اللي معاهم انهم بيشتغلوا في مركز لحقوق الانسان مع بعض، وبنبدأ في التعرف على طبيعة شغلهم والمعاناة اللي بيعانوها نتيجة طبيعة شغلهم. الفيلم من وجهة نظري محاولة توجيه مجتمع من جانب القناة، وسبوبة من كامل كل من اللي في الفيلم سواء اللي ورا الكاميرا أو اللي قدامها. وبنستمر في رحلة إسراء وأصحابها في البحث عن الشقة والمعاناة اللي بيقابلوها، ويبدأ الظهور الحقيقي لصاحب إسراء اللي على فكرة مش واحد من المجموعة اللي هتسكن معاها. وياخدنا الفيلم في رحلة علاقة إسراء وعلي صاحبها أو البوي فريند في مجموعة مشاهد أغلبها تمثيلي سخيف جدا، ورأيها في ذكورية الرجالة في مصر واختلاف وجهات نظرهم، اللي من بينها إن علي رغم كل اللي بينهم متدين وهي طبعا لأ، ودليل تدينه إنه لو فكر يتجوزها ده لو الدين هيمنعه لأنها مرتدة. هو ده يا جماعة دليل التدين، مع ذلك بيجي كلام علي يأكد انه عايز خطوة الجواز عشان الشكل الرسمي، وزي ما قال عشان يريح دماغه. وبيستمر الفيلم ما بين حياتها في البيت والتدوير على الشقة وحياتها مع علي ومع اصحابها، مع كلام اخوها بانه فقد السيطرة عليها. واخيرا لقى المغامرون الأربعة الشقة وبنعيش معهم لحظات الفرح، وبعد مشاهد مثيرة وليست ساخنة وكلام أكثر إثارة بينها وبين علي في شقتها، بيظهر مشهد سينمائي ركيك جدا للمجموعة وهي بتلف السجاير، وفي التلفزيون القديم اللي قدامهم خطاب للرئيس السيسي بيتكلم فيه عن الشباب اللي بدأت تكفر بالأديان بينما هم في حالة تحشيش ولعب ورق. وبعدها تبدأ رحلة فلاش باك لإسراء وإزاي كونت واختارت طريقها، وبعد بقى شوية خلافات كده أيديولوجية بينها وبين علي سواء وسط المجموعة أو بينهم وبين بعض، محورها رفضوا لأسلوب حياتها وفكرة اللادين. وفي مشاهد تمثيلية ضعيفة جدا مليانة بألفاظ نابية
يعني ألفاظ خارجة بتنتهي علاقتها بعلي وبيخرج من حياتها للأبد. بينتهي الفيلم أخيرا بمشهد سينمائي جديد من بتوع صلاح أبو سيف بقص إسراء لشعرها كدليل على التحرر من كل حاجة وكلامها اللي بيأكد ده. وقبل ما تنزل الكريدتس أو الأسامي بتظهر معلومتين مكتوبين بالإنجليزي، إن إسراء حضرت حفلة شهيرة ما تقالش اسمها، بس هي طبعا معروفة، حفلة فرقة مشروع ليلى اللي اترفع فيها عشرات الريمبو فلاجز أو علم المثليين، وإن إسراء رفعت العلم يعني يا إما بتناصر المثليين أو إنها أصبحت مثلهم. وبالمناسبة هي حاطة الصورة دي على واحد من حساباتها، والتاني إنها مطلوب القبض عليها بتهمة نشر الفسوق وإنها مستخبية حاليا، فده يخلينا مش عارفين أي فيلم تصور الأول، ولو فيلم الجزيرة تصور بعده يبقى تصور في مصر ولا الموضوع كله تمثيل في تمثيل. وده مش محتاجة أكده لكم طبعا بعد كل الكلام اللي حكيته، الفيلم موجود على اليوتيوب اللي حابب يشوفه ويكون رأيه بنفسه. الفيلم الانجليزي اللي هنتكلم عليه الاسبوع اللي بعد اللي جاي بيناقش قضية مهمة جدا بتناقض بعض افكار فيلمنا النهاردة، حتى وان اتفقت معاه في العنوان الرئيسي. اما الفيلم الامريكي بتاع الاسبوع اللي جاي فادعوكم بشدة جدا ان انتوا تشوفوا الحلقة وبعديها تشوفوا الفيلم. هو مش بيناقش موضوع او قضية بعينها، هو بيناقش قضية في منتهى الاثارة غيرت في حياة انسان. هسيبكم تفكروا فيه لحد الاسبوع اللي جاي، استنونا.